موظفين واحده انا مسؤول اشغالات واحده محليه. النهارده اجازتي ولما عرفت الخبر امبارح الموضوع اللي عرفته النهارده بنصلح خطا ما بنصيدش الخطا. فكان بعض الدكاتره بيشتكوا في المستشفيات من قله وجود مطهرات حاجات زي كده، فكنت اجي احكي له كان يقول لي يا بيه احنا نجيب لهم، ما نستناش الاداره لما تبعت لهم، احنا نجيب لهم، احنا لو معانا فلوس نجيب، مش شرط ان انا استنى كمان اي مصروفات معدي من داخل الوحده، انا ممكن اطلع من جيبه واجيب لهم، شوف انه عايز ايه، مطهرات اجيب له، خشب اللي هو بيتشب بيه على الطفل بتاع اللي هو اجيب له اي حاجه جيب. فدي برده حته انسانيه فيه احنا ما ننكرهاش. طبعا الكلام ده انا بقوله بس عشان هو اتعرض للموقف ده، لو هو ما اتعرضش للموقف ده كنت عمري ما هقول الكلام ده، لان هو اخلاقه اعلى من انه حد يقول عليه كده.